لطالما تأثرت الرياضة الليبية بالسياسة ولم تنجو كغيرها من القطاعات من عبث النظام السابق، بدأ صراع القذافي ضد الرياضة بعد عام 1977 بإيقاف الدوري الليبي لسنوات متتالية بحجة مقولة الرياضة نشاط عام ينبغي أن يمارس لا أن يتفرج عليه. هذه المقولة كانت فاتورتها باهظة للكرة الليبية، حتى بطولة إفريقيا للأمم عام 1982 كانت مقولات الكتاب الأخضر على جنبات الملعب. ولعل حرمان النادي الأهلي طرابلسي من لعب المباراة النهائية لكأس كؤوس إفريقيا عام 1984 أمام الأهلي المصري بقرار من العقيد الحدث الأبرز في تاريخ الأندية في ليبيا لتتوالى الانسحابات، وهذه المرة كان الانسحاب أمام الجارة الجزائر في تصفية كأس العالم. غابت الرياضة عن الواجهة العربية والدولية لسنوات، وتم إهمال البنية التحتية في عصر العقيد، حتى ملعبي طرابلس وبنغازي أكل عليهم الدهر وشرب، وكانا آخر هدايا الملك إدريس رحمه الله للشباب الليبي. تكرار الاستخفاف بالرياضة والليبيين وصل إلى إراقة الدماء في مجزرة ملعب طرابلس في درب الكرة الليبية لم يشهده التاريخ، فتم قتل أكثر من 70 متفرجا بدم بارد. كبر الإهمال وكبر أبناء العقيد، فشاركوا أباهم العبث بالرياضة الليبية، فصال الساعدي وجال في الكرة الليبية بكل عنجهية، فلم يسلم من ظلمه الاتحاد والنصر والأهليان والأخضر، ووصل الأمر للجمهور والحكام. ولعل الجريمة الأبشع قتل لاعب الاتحاد السابق بشير الرياني بدم بارد بسبب مزاجية الساعدي. في زمن العقيد اللاعب الليبي نكرة، فلا يجوز ذكر اسم اللاعب، فقط يذكر رقم غلالته. تم تدمير جيل من الرياضيين بمنع الاحتراف، ولازالت آثار 40 عاما من الإهمال الممنهج يلقي بظلاله حتى اللحظة بالرياضة الليبية. وبعد 3 سنوات من فبراير ليبيا تحرز أول بطولة رسمية خارجية، وهذه أول الثمار بعد فبراير في انتظار البقية. جمهوري ساند فيكم يهتف ويشجع عليكم ربي العالي.